مرحبا بكم متابعينا. قضية التآمر على أمن الدولة هزت الرأي العام في هالأيامات، واسم كمال الطيف أصبح على كل لسان. وحسب ما أكدت الأبحاث أنه كمال الطيف هو رئيس عصابة تهدف لتدمير تونس منذ عام 2011 بطريقة مخزية للغاية. وقام كمال الطيف بتجنيد رجال أعمال وشخصيات سياسية وإعلاميين معروفين حتى يقوم بتنفيذ خطة المحكمة والتآمر على البلاد التونسية بواسطة عصابته هذه، اللي يحسب ما كشفت الأبحاث إنها تتراوح بين 17 شخص أو أكثر حسب ما باش يكشف عليه الأبحاث في الأيام القادمة. قضية التآمر على أمن الدولة هذه انطلقت من وشاية يقوم بتقديمها شخصين مجهولين، واللي تعتمد فرقة مكافحة الإرهاب عن ذكر أسمائهم. الشخصين هذم هما في حد ذاتهم كانوا تابعين لعصابة كمال الطيف، لكن وقت اللي ضغط الرئيس قيس سعيد على وجوه الفساد في البلاد التونسية، قام كمال الطيف وعصابته بوضع الشخصين هذم في الواجهة وتوجهت لهم وابل من الاتهامات وقضايا متعدة في التآمر على أمن الدولة. هذا اللي خلى فرقة مكافحة الإرهاب ترميهم في السجن وتورطوا في عديد القضايا، وبقية العصابة يعيشوا البذخ في الخارج وما تلفت لهم حد حتى يخرجهم بالمأزق اللي هما فيه. هذاك علاش يقرر الشخصين هذم بأنهم يشيوا ببقية العصابة، لأنه ليس من العدل أن يهزوا لحم لوحدهم. إذاك علاش يأكد الشخصين هذم في أبحاثهم أنه كمال الطيف هو رئيس عصابة تهدف لتدمير تونس منذ 2011 وتدمير مرحلة الانتقال الديمقراطي من خلال استهداف هيئة الانتخابات ومنتدى الاقتصادي والاجتماعي وتجنيد الوسائل الإعلام المصطفى وراء الثورة. وكمال الطيف هو المتحكم في الخط التحريري لوسائل الإعلام، وهو من يملي على وسائل الإعلام شنو اللي تقوله وشنو اللي ما تقولوش. وحسب الوشاية اللي قدمها الشخصين هذا، استطاع القطب القضائي لمكافحة الإرهاب من تحصيل قائمة تضم رجال أعمال وشخصيات سياسية وإعلامية في البلاد التونسية، وفيما يلي أسماء المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة: خيام التركي، عبد الحميد الجلاسي، كمال الطيف، جوهر بن مبارك، عصام الشابي، شيماء بن عيسى، محمد بنضو، أحمد دولة، نور الدين بوطار، محمد المنصف بن عطية، غازي الشواشي، رضا بالحاج، كريم الجلاتي، علي الحليوي، برنار هنري ليفي، رفيق الشعبوني، نجلاء الطيف. وهذه الأسماء الأولية المتهمة في قضية التآمر على أمن الدولة، ولا زالت الأبحاث متواصلة، وإن شاء الله في الأيام القادمة باش نسمعوا حاجات تصدم الشعب التونسي. في آخر الفيديو ما تنساوش باش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش ما فيكم بكل المستجدات.